طب قولي لي، يعني انت الحادثه اللي الجرايد كلها كتبت عنها وكذا برنامج جابها، لما الاسد هجم عليكي، انتوا الشغلانه بتاعتكم انا شايفاها فكريني يعني بيه. خطيره جدا. لا بجد، يعني انه اسد، اسد في الاخر، وهجم عليكي والناس كلها اتخضت، واكيد انت طبعا اتشهدتي وقلتي خلاص. فايه اللي خلاه يعمل حاجه زي كده، مع ان يبقى عارفك، يعني هو الاسد بيبقى عارفك وعارف ان انت المدربه بتاعته، بيبقى فيه هو يعني بيحبك مثلا الاسد؟ بصي، هو الحب ده لازم يبقى موجود. يعني هو الاسد بيحب، انا بدلع، هو عارفك يعني. انا بدلع، هو خد عليا. في لحظه الحادثه لما هجم عليك، كان منذي، هو لو تلاحظي في الفيديو، اسمه منذي، لو تلاحظي في الفيديو اول مره عمل كده، بص يمين بص شمال، ما لقاش المساعد او اي حد واخد باله، رجع تاني، وتاني مره هجم. انا يعني مدياله جنبي، وكنا بنغني بقى مع الجمهور وانا منسجمه على بوش الخيط. بس انت عادة ما بتقفيش وتديله ظهرك، صح؟ لا، غير لما هو يكون ماشي. لا لا لا، دايما. بس حظي بقى اليوم ده ان هو كان فترة التزاوج عنده زيادة شوية. كان فترة التزاوج عنده هو. فايه، فعمل ايه؟ عايز الأنثى بتاعته. المهم اللي هي الناحية التانية واقفة. الناحية التانية هي قاعدة. هو نط، خدني شني وحضني وراح ناطي بيا على الأرض. أنا اتخضيت، انا مش عارفه مين، انا مش عارفه اني اسد. يعني حاجه زي خدتك على اخوانا. اولا وقعت على الاسفلت، رجلي طبعا في اللحظه الواحد مش بيحس في ايه. لقيته بيزوم وعورني هنا في دماغي، وبعدين عايز يجيبني من هنا. قعدت اديله يعني رقبتي يمين وشمال لغايه ما الحمد لله شعري بقى يلف على اسنانه، يعد على الفاضي. كرم ربنا لما لقى صريخ الجمهور ان انا في الارض خلاص، يعني اتشيت. كان ايه بقى موجود المساعد، ضرب الاسد منجي، بعده بعيد عني، ولف منجي وعايز يرجع لي تاني. ايوه، يعني هو هجم عليكي، هو عارفك، هو عارف انت مين، صح؟ عارفني، بس هو بقى خلاص لحظه بقى الايه بتحصل، يعني ممكن تحصل في اي وقت. طبعا. بس الحادثه دي اثرت عليكي بعد كده؟ انا عارفه انها اثرت عليكي صحيا جامد. قعدت شهر ونص في البيت، الاول في المستشفى، وبعدين مشيت من المستشفى، جيت على البيت. حتى طمنت جمهوري وانا خارجه، لقيت الجمهور كله جري ورايا في المستشفى الحقيقه. وكنت في طنطا، نزلت من طنطا، بنتي جريت طبعا، بنتي دهب عرفت الحادثة، كان معايا كاميليا بنتي وحفيدتي حالها، يعني دهب كانت موجودة هنا في نادي الشمس. حد من الجمهور اتصل بمدير أعمالي في مصر ماجد، اتصلوا بيه وقالوا له احنا بنطمن على مدام فاتي. بنتي قاعدة قدامي برا في مدخل السيرك برا. فقال له بتقول لي ايه؟ قال له اصل الاسد كلع. طبعا ما اقولكيش، بنتي جالها انهيار عصبي وقعدت تصرخ وتعيط. مش مصدقين الحادثه دي، حادثه موت. والله يعني احمد ربنا واي حادثه من فضل. الاسد هتبقى حادثه موت. يعني حتى بره ده العالم كله كلمني، الناس ما عرفهاش. اثر على الحضور في السيرك، اثر على مثلا بعد الحادثه دي، لانها انتشرت جدا على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا والبرامج، الناس كلها اتكلمت عنها، اثر على ان الناس تيجي السيرك؟ خافوا؟ يمكن جمهوري جه اكتر عشان يشوفني، يعني بقوا يجوا يطمنوا، مش عشان خاطر كمان يتفرجوا، لا، جايين يطمنوا عليا. وده طبعا حب الناس يعني، وبركة دعاء الوالدين. يعني خفتي بعد كده تتعاملي مع الأسد مرة تانية؟ ما هي برضو حادثة مش سهلة. أنا حصل لي شرخ في